تجري الاستعدادات الكبيرة جدا من أجل تشكيل جيش عشائر ومن أجل وحدة صف العشائر والقبائل السورية على امتداد الأراضي السورية. البداية ستكون من خلال المنطقة الشرقية وريف حلب، وهناك الخطوة الثانية والتي ستقام بعد فترة قليلة جدا بجمع كافة العشائر السورية من درعا إلى الحسكة، ومن الحسكة إلى حلب إلى إدلب إلى تدمر، وهذا الأمر سيتم خفض عنه جيش عشائر إن شاء الله. وحاليا تم اتخاذ كافة الإجراءات، وتم تعيين الضباط، وتم تعيين كافة الأمور وغرفة العمليات العسكرية وغرفة العمليات الإدارية والسياسية والتنظيمية التي ستشرف على هذا الجيش، وإن شاء الله ستكون النواة الأولى له في 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 تركيا. موضوع العشائر شو تقدم لسوريا؟ أول شيء نظام حزب البعث يعني قضى على موضوع العشائر منذ تأسيس حزب البعث ثورة 63 كما تسمى، كانت العشائر مهمشة. أما الآن ماذا تقدم العشائر للثورة السورية؟ تقدم أول شيء، تعرف أنت موضوع العشائرية موضوع مترابط مع بعضه، عندهم يعني طقوس معينة، اللحمة، صلة القرابة، فهي تقدم الخزان البشري للثورة السورية. يعني ممكن أنه إحنا يعني الشباب أبناء العشائر يتوحدوا بتجمع واحد، فبشكل قوة كبيرة بإذن الله إن شاء الله.